مجموعة فيفندي الفرنسية للاتصالات والتسلية أعلنت أنها لن تصدر توقعات لأدائها الاقتصادي إلى أن تصل إلى رؤية واضحة لمشروعها لتسويق أصولها. أحد المصادر أوضح أن فيفندي فشلت في التوصل إلى اتفاق لتسويق فرعها جي في تي لشاشات التلفاز بالسعر الذي تريده وهو 7 مليارات يورو. تأخر التسويق أسفر عن قلق المستثمرين ما أدى إلى تراجع أسعار أسهم المجموعة.